في يوم من الأيام كنت طفشان وفاضي وسويت شيء مو في عادتي إني أسويه، أدخل التيك توك. دخلت وقعدت أقلب وأقلب، طولت جلست فوق الساعة إلين ما وصلت لمنطقة غريبة. اليوم يا جماعة الخير راح تشوفون منتجات التيك توك. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مقطعنا. فكرة المقطع كالآتي: دخلت على مكان في التيك توك وحصلت واحد مو طبيعي في نهاية المقطع. بتعرفون من هذا الشخص جالس يجيب أشياء يا جماعة، والله إني انصدمت. لك مني حاجة، إني أبى أحاول في المقطع هذا خليك تقول واو، ولي منك حاجة إنك توقف وتحطي لايك واشتراك، كذا نرضي بعض. أسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم من سنة بالله الآن، ونبدأ بالمنتجات اللي عندنا. بسم الله. طيب قبل لا ندخل في منتجاتنا ونبدأ حبة حبة، عندي لك هدية، هديتين. احمد يبغاكم كلمة رص مدتها 30 ثانية. رامي ودهم. السلام عليكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم يا جماعة. عندي لكم هديتين بما ان رمضان وشهر الخير، وان شاء الله انكم تكونوا من الفائزين في الدنيا والاخرة يا رب العباد. طيب يا حبايب، جايب لكم جهاز لينوفو ليجن 5. بكل بساطة الجهاز مزود بأحدث معالج الجيل الثاني عشر، وبالإضافة إلى تصميم الجهاز حديث مواكب مطور الوضع الحالي. بطارية تجلس معك 10 ساعات، والشحن سريع، وبرضه في كاميرا زي ما انتم شايفين. مقاس الشاشة 16 بوصة، جهاز من الآخر حق العاب. طيب شفت الجهاز هذا، لك مني شيئين. الشيء الأول بحط لك معلوماته بالوصف إذا أنت حاب تأخذ لك شيء زي كذا وتتنقل وتبي تلعب في أماكن مختلفة. والشيء الثاني لك مني أنا 2 جهازين. طيب أحمد كيف أدخل بالسحب؟ بكل بساطة عندهم مجتمع خاص فيهم اسمه ليجن كوميونيتي. المجتمع هذا الرابط حقه بالوصف. وش يسوي المجتمع؟ كونك دخلت المجتمع عن طريق الرابط بالوصف، راح توصلك اخر الاخبار والاحداث والنصائح حول اللي قاعد يصير في العالم الان من ناحيه الجيمنج. طريقه التسجيل مره بسيطه، فقط تاكد انك حاط الكود وتدخل السحب. بكل بساطه تضغط على تسجيل، تحط البريد الالكتروني واسمك، وهنا اهم شيء تكتب SXB وتضغط تسجيل بس كذا. يقول لك مبروك، تاريخ 1 آبر راح يعلنون عن الفائزين بحسابهم بالانستغرام، رابطهم برضو حاط لكم بالوصف. يا الله يا رب يفوز فيه واحد يبغاه يا رب. وبس عزيزي المشاهد، روابط كلها تحت، شارك وسجل، ترى الجهاز يستاهل وممكن تكون فايز. روابط تحت زي ما قلت لكم. مشاهده ممتعه، السلام عليكم. لينوفو ليجن. حياكم الله، جيتوا. طيب المنتج الاول والله ما ادري وش هي، رامي اطلع المعلومات عشان ما يجوني الناس يقولون يطلعون بيتي. بسم الله الرحمن الرحيم، شو عندنا؟ اوكي بنبدا يا جماعه الخير بالمنتج الاول. زي ما انتم شايفين قدامكم عندنا قرطاس، قرطاس طبيعي، قرطاس يعني كرتون، تمام. هل هو شذا؟ مارشميلو. عندنا المصور يقول مارشميلو. توقع عايز المشاهد ايش هذه؟ خلينا نفتحها لك تو. نفتحها لك. ايش هذا؟ ايش تتوقعها؟ بكبر صغير. حبوب. حبوب والله راسك. جيب مويه ركان. طيب يا رب تضبط، يا رب تضبط، والله ما ادري بتضبط ولا لا. زي ما شايفين يا جماعه عندي حبه بكبر اصبعي، وعندي كيس كامل مليان زيها. كل اللي عليك عزيزي المشاهد بكل بساطه المنتج هذا بتحطه في المويه بهذا الشكل، وتنتظر وتقول شوفوا شوفوا كيف يتكاثر، ثم نطلعه نطلعه ونطلعه ونطلعه، ويكبر 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 معانا لين ما يصير فوطه. بس فيها وجهك، بس فيها يدك، انا ما اعرف استخدمها استخدم صحيح. ايوه شوفوا هاي ضبطتها، المويه عبيت ديك مويه زياده، وتصير معاك بهذا الشكل. تقدر تحطها بجيبك وتستخدمها في مكان رطبه، وتنشف فيها يدك بعد الاكل، ولا وان طالع تبي تمسح وجهك بهذه الطريقه. هذا المنتج الاول، تقييم من 10 في الكومنتات. شفتوا الكيس هذا كامل؟ 11 ريال. ما تبي يا احمد؟ 11 بسوي مزاد اذا خلصت. 11 ريال. المنتج اللي بعده عزيزي المشاهد، كلكم تبون القوة الخارقة. عندي لكم حاجة بيعيشكم الشعور هذا، أنا ما أدري هو نفس اللي شفته أو لا، لكن نشوفه مع بعض. بسم الله. شفته ثواني. نطلع الجهاز هذا نحطه هنا. نجيب وصلة اليو اس بي. تجي معاه وصلة كذا. على بالشيخ لوري. تعال تعال. شفت هذه؟ لا وش ذا؟ تعال جنبي. الله يبقيك. أحسك ناشف تبغاك ترطيب. إي والله. صدق إني من يوم ما فطرت ما شربت موية. لا مو بشرب هذه، يمسك هذا. غمسه وطلعه. فكه. منديل. لا لا مسحت انا خلاص انا كنت منديل. على كم هذا؟ والله اني احتاجه. والله بعطيك. اعطيك الان بالكميه. ولا تدري شلون عندي مسد نهايه المقطع تشرفني. المنتج الثاني يا جماعه الخير يحتاج لك تشبكه في USB، انا جبت شاحن متنقل ان شاء الله ما يشتغل. هو عباره عن جهاز وينحط كديزاين وبنفس الوقت في حركه حلوه. خلونا نشوف يضبط ولا. طبعا في زر ان، في زر اون واوف هنا. نحط اون ونشوف. بسم الله. اوكي يبغى نطفي الاناره. المنتج هذا يا جماعة الخير لو تشوفون يتحرك مع صوتي او، وبالإضافة إلى المكان اللي أحط فيه إصبعي
تطلع منه اشعاعات. شوفوا كيف، والله ديم جامد مره، جامد جامد مره، كانه عندك قوه خارقه، كانك قاعد تملك شيء كذا غريب. ما احس بشيء ولا في حراره، بس شكل ينحط كديزاين، وبنفس الوقت تقدر تقعد تلعب فيه وتطقطق فيه متى ما بغيت. اللي داخل منتهى زي ما انتم شايفين، هذه اشعاعات بلازميه اتحكم فيها عن طريق فقط اني المس الجهاز اللي برا. اول ما المس الجهاز اللي برا تبدا تتحرك الاشعاعات الى مكان. ما بدخلكم حتى فيزياء، بس خرافي قسما بالله خرافي. نرجع النور الان ونقيم المنتج. منتج بسيط ورخيص مقارنه بسعره، اعطيه اسطوري، تقييم رائع. تحسبونا خلصنا؟ اصبروا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نظاره، لكن مو اي نظارة. صدقني اذا قلت لك مو اي نظارة فانا اقول لك مو اي نظارة. ركز معي زين في اللي بقول لك اياها الان. المنتج هذا يا جماعة الخير راح يكون فيه منه فكرة مقطع. الان ما في احد في الغرفة لان كلهم طلعتهم. فكرتي بالمنتج هذا انتم تحددون اذا تبونها او لا. ايش هذه يا احمد؟ شفت المباحث؟ انا اقول المباحث، الاستخبارات، الجواسيس. هذه لعبتهم. هذه نظارة متعاونين فيها ريبان وفيسبوك. ريبان وفيسبوك شركتين معروفة، فيسبوك حقة تعرفونها كلكم. عادي عادي عادي. طبعا صياح راكان تسمعونه سكيب راكان. ريبان شركه معروفه حقت نظارات، وفيسبوك هي شركه تواصل اجتماعي. واضح واضح. طيب ايش مسوين؟ مسوين تعاون بنظاره. النظاره هذه فيها ثلاث خصائص او اربع خصائص، بوريكم اياها الان. سعرها غالي امانه، سعرها غالي. هذا المنتج امامكم، نفتح مع بعض. بسم الله، طلع البوكس فيه الاسلاك والكتالوج حق التشغيل، نشوفها مع بعض. بسم الله، هذه النظارة. طيب ايش النظارة هذه يا احمد تسوي؟ نظارة عادية زيها زي اي نظارة، ولكن تقدر تسجل الصوت، وتقدر تسجل عن طريق الكاميرا، وتقدر تتكلم وتسمع فيها. فيها ثلاث ميزات، وانت تمشي في الشارع تقدر تستخدمها وتصور وتوثق كل شيء يصير لك ولا بن اميتك. لو تلاحظون يا جماعة الخير، النظارة مزودة بكاميرتين، كاميرا ما بعرف صوتي انا، فيها كاميرا يمين وكاميرا يسار، مرة صغيرة كأنها مسامير، كأنها حرفيا مسامير. ومن الاطراف هنا فيها جهاز اون واوف يشغل لك اياها ويطفيك اياها. ما اتوقع بتكون واضحه مره، ان شاء الله انها توضح لكم. اسحبها بمدخل تايب سي، تشبك يا طويل العمر السلام بهذه الطريقه. شوفوا كيف تشبك بهذه الطريقه هنا، تمام. وزي ما تلاحظون هنا فيها مدخل كهرب وهنا فيها مدخل كهرب، فتحط النظاره بهذا الشكل وتشحن معك. طيب شبكناها يا جماعه الخير بسلك الشاحن زي ما انتم شايفين الان، وبنحطها وبنشوف. بسم الله، النظاره لها تطبيق يا جماعه الخير، تقدرون تحملونها وتستخدمونها بكل سلاسه. طيب النظارة بنخليها خمس دقائق أو عشر دقائق تشحن ونرجع مرة ثانية، بس بروح المنتج اللي بعدها عشان ما نتعطل لا علينا ولا عليكم. بسم الله، اللي بعدها على بال ما تشحن النظارة. هذا إيش؟ عندي منتجات يا جماعة أنا ما أدري وش هي، بس بفتحها معاكم اصبروا. وشو ذا؟ والله إني ناسي الصراحة. أوكي، لعلها متكسرة شوي، بس خلونا نشرح لكم إيش هذه. هذه يا جماعة الخير ولاعة كهرومغناطيسية. زي ما تشوفين قدامكم هذا شكل الولاعة من الجنب، نفتحها تطلع لنا أنوار بهذا الشكل. طيب كيف استخدامها؟ استخدام بسيط جدا. بسم الله، تسمع صوت؟ تشوفون؟ طيب وش ميزات الولاعة هذه؟ الولاعة تحطها بالموي ما يصير لها شيء، تطلعها مرة ثانية تسوي فيها كذا تفك، يا رب ما يصير انفجار. اي والله ضبطت، اي والله ضبطت بالموية صادقين، الحمد لله. خايف ما خلصت. الولاعة ما هي بغاز، تشحنها بهادي على طول شحن. يعني وش استفيد منها يا احمد؟ في استفادات كثيره مره، ولكن طبعا معروف ايش استفيد منها. اذا تبي تولع لك مثلا شموع، اذا بدل ما تستخدمها للفرن اللي تستخدمونها في بيوتكم، بدل ما تستخدم الغاز تستخدم هذه الكهرومغناطيسيه. بكل بساطه تروح كذا، غيرنا يا جماعه الخير، جبنا وعاء اكبر عشان ندير ادخل الولاعه هذه بالطريقه صح. خلينا نجرب منديل اول شيء. اي والله شب 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 ناجحة بس مو كويسة. طيب المنتج اللي بعده يا جماعة الخير، هذا يا الجيمر أنا بسيط جوكم، لازم اليوم تقولون ما والله يرحم والديكم. منتج بسيط طالع قدامكم، حجم يدي وينحط في أي مكان. أبوريكم إياه الآن مع بعض. وشو هذا يا أحمد؟ هذا إيش؟ يجي منه ثلاثة ألوان، خيط الأسود، أبوريكم. طيب نفتح مع بعض الآن. بسم الله، هذه الطريقة. يطلع معاك هذا الجهاز، ما يحتاج لا كهرب ولا أفياش ولا بطيخ، فيه هنا أون وأوف، أبوريكم أنا كيف يستخدم. طيب تفكه بهذه الطريقة. تخيل معي زي المشاهد إنك قاعد تلعب
جيمر تلعب على جهازك ولا بالدوام وما تبي يدك تتوسخ، ما تبي يدك الكريمه يجي فيها شويه زيت او بطاطس بسيطه. طبعا مو بيدك تنقل، تحط كذا سلمت الله مثلا المكسرات حقتك او الشيبس او ايا كان بملعقه او تكبها كب كذا، بس انا اختصرت عليكم. ثم تقفلها، اول ما تقفلها عزيز المشاهد راح تشوف ان هنا يطلع معاك شيء. طيب كيف تستخدمها الان وانت قاعد تلعب؟ تمسك بذي الطريقه، تسوي كذا كنت كبير وبس بهاي الطريقه. استاذ عبد الله كيف حالك؟ تعال مد لي يدك الكريمه، مد لي يدك. وش ذا؟ اصبر علي حبه واحده. يلا عليك بالعافيه. الله يعافيك. بكل بساطه مو انت تسهل تستخدم على على ستبك ولا جهازك وانت تلعب. لايك. المنتج اللي بعده كي فايندر. اذا انت انسان ضايعه وتضيع اغراضك انا اضبطك هنا، والله لا اضبطكم. هذا المنتج يا جماعه الخير تقدر تحطه في سيارتك، في جوالك، في شنطتك، في ملابسك، في اي مكان، وبسيط مره. افك لكم اياها الان. زي ما تلاحظون في A B C D E F، هذه وش هذه؟ المفاتيح، هذه اشكال مفاتيح تجيك بهذه الاشكال، توزعها على الاماكن اللي تبغاها او اللي تحتاجها تكون عندك. سمعتوا؟ طيب عزيزي المشاهد، نبي نتخيل الان مع بعض سيناريو بسيط. انت انسان تضيع الريموت او جوالك او مفتاحك بشكل مستمر. اذا عندك الجهاز هذا امورك طيبه. ابوريكم مع بعض الازرار اللي طالعه امامي الان A B C D، هي الاجهزه اللي انت تحطها على الشيء اللي يضيع منك او الشيء المهم. فرضنا اني انا قمت من مكاني وقاعد ادور الريموت، يا رب الريموت وينه؟ انا اتذكر اني حطيت الريموت اف، نضغط اف. بسم الله. هذا هو الجهاز. بكل بساطة عزيزي المشاهد، والله لما تقول واو انه بحق، أي شيء ممكن يضيع منك الجهاز هذا يخدمك فيه. ضغطة زر تعلمك مكانه، حتى لو مسافته بعيدة، لو أرميه مثلا هناك وأنا مثلا بالغرفة أو في مكان أضغط. أتوقع ظهركم الصوت. تقييم المنتج أسطوري أيضا. المنتج اللي بعد عزيزي المشاهد ممكن إنه قد مر عليك أكثر من مرة، هو عبارة عن حاجة بكبر يدك صغيرة ونفسها نفس البطاقة ولكن استخداماتها كثير. نفتحها مع بعض الآن. اوف ثلاث حبات، اوكي معطيني ثلاث حبات ومدلعيني. خلنا نشوف الاحمر مع بعض. المنتج يا اخوان هو عباره عن كرت، لكن مو اي كرت. الاستخدامات كالاتي: اول شيء مسطره، فيها مسطره. رقم اثنين فيها مقص، تستخدمه القص اي شيء تبغاه، ورق الى ايا كان. رقم ثلاثه ملقط، تبي تلقط لك اشياء برضو فيها ملقط. فرضا دخل دبوس بيدك، عندك شيء اسمه منقاش، تنقش فيه الشيء كذا وتطلعه، يعني لا سمح الله صار لك موقف وهذه ممكن تفيدك. عود اسنان صح؟ وش ذا؟ والله ما حد عود اسنان، شكله عود اسنان والله. عود اسنان وش ذا؟ اوه قلم نايس نايس، قلم اسود حلوه والله مره حلوه. في قلم بعد، وبرضه هذه حقت الاظافر اذا بغيت تنظف اظافرك مثلا. وايضا في عنده مينا حاجة إن شاء الله ما حد يستخدمها، هذه مين بزينة دي ما ننصح فيها، ما راح أحط لكم رابطها بالوصف. أصبر أصبر، أوه فيها إبرة حقة الجوال. يعني منتج مش بطال، يمكن حق الناس العمليين اللي عندهم عدة ويبغون سكري ويبغون أشياء تفك وتقفل ممكن تفيدهم، بس بشكل عام ما أدري. طيب هذا قلم يا جماعة الخير، ولكنه مو أي قلم، لا والله مو أي قلم، هذا واحد ضرب ستة، ست أشياء بقلم واحد. طيب يا جماعة القلم اللي ظهر أمامكم أول شيء فيه مسطرة، معروف مسطرة واضحة قدامكم بسيطة أمورها تمام، ولكن القلم كالعادة زي أي قلم فيه قلم حبر واضح اللي هو يكتب، زي أي قلم يكتب طبيعي وأموره تمام ممتاز، لكن مو هنا الكلام. القلم لو فكيتوه يا جماعة الخير من فوق بهذه الطريقة راح يظهر معاك سكروب، ومو بس كذا لو فكيتوه زيادة بهذه الطريقة. أوكي يا جماعة وأنا قاعد أحوس طبعاً اكتشفت إن القلم يا إخوان أقدر أتحكم فيه برضو بجوالي بذي الطريقة، يعني أقدر أدخل اليوتيوب تمام أروح مثلاً عند مقطعي وأضغط لايك بالقلم يا جماعة، والله حلوة ذي والله حلوة حلوة. برضو في حاجة يا جماعة في القلم هنا بس والله ماني عارف وش هي، فيها موية تتحرك، أتوقع تقيس شيء بس ما أدري وش اللي بتقيسه. عموما القلم جميل نوعاً ما، عجبتني يعني إني أقدر أستخدمه كمساحة وكمسطرة وكحق الجوال وبنفس الوقت سكروب، يعني في أكثر من شيء. ولكن أقيمه
الى جيد، جيد يا جيد جدا، يعتبر قلم كويس. رابط القناه تحت، طبعا حاط لكم يا جماعه هذه الرابطه تحت بحيث لو في واحد جاز له شيء يقدر يطلبه، واغلبها سعرها رخيص الا النظاره، النظاره بتشوفونها الان هي الغاليه. طيب يا جماعه بكون معكم صادق، الكاميرا جهزت الان او النظاره اللي فيها كامل جهزت، ولكن باقي عندي منتجات وما ابغى المقطع يطيل اكثر من كذا لان ودي اسوي جزء ثاني. فاذا جاز لكم الوضع وحابين اشياء جديده تقولون واو، ان شاء الله عجبتكم شرط تقول واو، علموني تحت في الكومنتات ضروري. وباختم يا جماعه الخير باخر حاجه قبل اروح للنظاره، النظاره هي الدسمه، بالمنتج الاخير اللي عندنا اليوم. بسم الله، فتاحه، ولكن مو اي فتاحه، ركز معي عزيزي المشاهد. المنتج ظاهر امامك عباره عن اسلحه، كيف تسوي فيها؟ بكل بساطه هذا السلاح، وبنفس الوقت تقدر تستخدمه انك تفتح فيه اي مشروب تبي كذا. ولكن في شيء غريب، وين راح الغطاء؟ الغطاء موجود هنا. ايش اقدر اسوي بالغطاء؟ اقدر استخدمك السلاح، اعشق ارفعه كذا واقول بسم الله. حلو، الله ثاني، عطني عطني، الله جازت لي يا جماعه، والله مره جامده، نايس، والله حلوه، حق الطقطقه يعني وترول. عموما اللحظه المنتظره النظاره. ايوه الاخوه الكرام، انها اللحظه المنتظره. ابغى اضغط زر هنا ابدا ريكورد، اذا علقت عليه يسوي لي سكرين شوت، اقدر اصور بجوده 4K بدون ما حد يدري. خلونا نوريكم الان، تطلع لكم لمبه معناتها ريكورد من بدا. بسم الله، بعت اللمبه الان ريكورد، بعدين طيب الان ريكورد صح. نواف تعال جسمنا. طيب يا جماعه الحين قدامي نواف، سلم علي، كيف حالك؟ كيف يومك؟ طيب ان شاء الله. ابى اصور مقطع كامل باليوتيوب يا اخوان، وانا اتكلم واسولف مع العيال، هم ما يدرون انا قاعد اصورهم. بيكون شيء غريب، تشوفون كل شيء قدامكم، ولكن بنظارتي اللي بتشوفونه الان هو المقطع. اذا تبونه ضروري بالكومنتات اعرف انا بصور كذا وكذا، بس ما ادري هو مقطع كويس او لا، فعلموني يا جماعه. قسما بالله تستاهل صدقه، رب الكعبه يا عيال، ورب الكعبه اني مصدوم، الجوده مو طبيعيه والصوت مو طبيعي. عموما ما نبي نطير عليكم، اتمنى عجبكم المقطع زي ما قلت لكم في الكومنتات، في حال ان عجبكم انا كذا بسويه، ولكن انتظر منكم الضوء الاخضر ان انتم متحمسين. ما ادري والله، دعمك باللايك والاشتراك يفرق معي والله، والله يا جماعه انا فوق الشهر انتظر الطلبات، ما قصر نواف ولا جابها. والاهم من هذا كله الله يعطيك العافيه، اذا انت تطالعني او الناس اللي تعرفه، اندرو وديد هو الشخص اللي ضبطني بالمنتجات، اعطاني الروابط، انسان مبدع، عنده حساب في التيك توك كامل مليان باختراعات غريبه وعجيبه اكثر من اللي انت موجوده. انا خليت لكم اشياء بسيطه بس، رابط حسابه برضه تحت، روحوا تفرجوا عنده، وبحط لكم برضه روابط للمنتجات اللي تبون. الله يسعدكم وشكرا لدعمكم، ما عمركم قصرتوا. فمان الكريم، ونراكم في مقطع اخر. صلوا على النبي في الختام، تمام.